أهلا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في كيف الصحة. موضوع حلقتنا لهذا اليوم كل ما يتعلق بأمراض القلب المزمنة. راح نتعرف على الأسباب، أهم الأسباب وعوامل الخطورة، أهمية الوقاية، وبالتأكيد أهم طرق العلاج. معنا ضيف حلقتنا لهذه الساعة دكتور نهال أبو سيف، استشارية أمراض باطنية وطوارئ من برمنغهام من بريطانيا. نحييك دكتور نهال. أستاذة ريما، وأهلا بالمشاهدين وكل الطاقم اللي يعمل معنا. يعني احنا سعداء جدا بوجودك معنا، حلقة مهمة جدا وخصوصا في الآونة الأخيرة. دائما نسمع عن الأمراض القلب المزمنة المختلفة، نسمع عن جلطات، عن توقف القلب، فشل القلب، عن تسارع ضربات القلب، وهذه طبعا أهم المحاور اللي راح نتحدث عنها. لكن اسمحي لي خلال هذه الساعة أحيي كل متابعينا، بتأكيد نأخذ كل اتصالاتكم على الأرقام الموجودة على الشاشة، أسئلتكم، استفساراتكم عبر تطبيق الواتساب. نتمنى لكم إن شاء الله متابعة مفيدة. أمراض القلب المزمنة دكتورة نهال هو حديث الساعة لكثرة ما نسمع عن يعني وفيات من مختلف الأعمار حتى فئة الشباب للأسف. أهم الأمراض المزمنة اليوم حدثينا عنها دكتورة نهال، ما هي؟ تمام. هو حضرتك يعني أنا هتكلم عن الأمراض المزمنة بس من الوجهة الحادة، يعني لأن أنا أصلا بشتغل في طب الطوارئ وفي قسم الطوارئ وقسم الأمراض الحادة، فهم يعني معظم الناس اللي بيكون عندهم أصلا أمراض قلبية مزمنة، ولكن لسبب أو لآخر بتتحول إلى أمراض حادة وبيجوا يعني عندنا في المستشفى وبيتم علاجهم لفترة قصيرة، ثم بعد ذلك يعودوا إلى العلاج المزمن اللي هم يأخذوه. طبعا أمراض القلب بصفة عامة هي معظمها أو يعني أكثر حاجة الناس بتخاف منها اللي هي الجلطة القلبية، ومثلا توقف القلب بسبب هذه الجلطات، وهذا مرض يعني منتشر، يعني أكثر أسباب الوفاة على مستوى العالم كله، حتى يعني بعد مثلا وجود الكوفيد ووجود كل الأمراض المعدية وكل هذا، ما زال يعني أن أكثر سبب للوفاة على مستوى العالم، يعني اللي هو بيمثل حوالي 40% من الوفاة لكل الناس لكل البشر يعني على مستوى العالم، هو بسبب الجلطة القلبية. ولذلك يعني هو يعتبر أهم مرض ممكن نتكلم فيه، وممكن يعني نسرد له حلقات بالتأكيد كثيرة. الأسباب الأساسية اللي بتؤدي إلى أمراض القلب كما نعلم يمكن في أشياء إحنا مشتركين فيها أو هي بتكون بسبب الشخص نفسه، زي مثلا السمنة، الأكل الغير صحي، عدم يعني متابعة الطبيب مثلا لعلاج الضغط والسكر وكل الأمراض العصر يعني. تمام. فكل هذه الأمراض بتؤدي إن زي ما بيقول collectively أو يعني in total بيكون القلب مصاحب لكل هذه الأمراض اللي هي أمراض العصر. تمام دكتور نهال، يعني حابين نعرف بما أن أصبح هناك للأسف تعرض لفئات كما ذكرت في أعمار صغيرة للجلطات والأمراض القلب، يعني نسأل منهم أكثر الفئات بالنسبة للفئات العمرية أيضا بين الرجال والنساء، منهم أكثر عرضة لأمراض القلب؟ هم الرجال لسبب أو لآخر، يعني هو لسه مش عارفين إيه السبب لحد دلوقتي. يمكن عشان هم بيتحملوا مثلا مسؤوليات أكتر وبيحسوا بالسترس أكتر، يعني يعني صعوبات الحياة بتبقى مرمية على عاتقهم، فأعتقد يعني بيكون القلب دايما زي ما بيقولوا يعني بيتحمل برضو هذه المسؤولية معهم، فممكن يتعرضوا للنوبات القلبية أكثر من النساء. السن اللي هو يعني الكومن فيه أو يعني المعتاد أنه يأتي فيه أمراض الجلطات بيكون من 40 سنة فطالع. إذا تعرض مثلا أحد الشباب أقل من ذلك، يعني نادر جدا لما نشوف حد عنده جلطة قلبية في سن العشرينات أو الثلاثينات،
ولكن مع يعني ازدياد يعني صعوبة هذا العصر وبرضو التعرض لل يعني زي ما احنا بنشوف طبعا مآسي كثيرة جدا وتعب في الحصول على الرزق والشغل والإجهاد الشديد والعمل كذا شغلانة مثلا علشان يحصلوا على رزقهم، يعني ممكن كل هذا بيعرض الناس إلى ان هم بيكون تحت ضغط عصبي أكتر، وده بيأثر طبعا على ضربات القلب وعلى الفانكشن زي ما بيقول على القلب، نعم زائد مع وجود برضو الأشياء المكسبية، يعني زمان كان الناس بتتحرك أكتر بتمشي عشان تروح شغلها تركب أتوبيسات، دلوقتي مع وجود السيارات أو حتى يعني إن هم حتى الوسائل العامة بقت يعني يمكن مريحة أكتر من زمان، المشي بقى أقل، القعدة قدام التلفزيون أكتر، قدام الألعاب الإلكترونية، قدام الموبايلات، كل هذا يعني بيؤدي إلى اللي إحنا بنسميها sedentary life، يعني الحياة اللي هي المريحة اللي هي الناس بتقعد أكتر، طبعا بيتكون عندها فات أكتر، الأكلات الجانك فود اللي هو الأكل الغير صحي بالمرة، يعني نعم الهامبرجر والبيتزا، يعني تلاقي حتى الشباب دلوقتي للأسف يعني معظمهم يعني عندهم أمراض السمنة المزمنة وبيبدأوا في سن صغير جدا، يعني من سن 13 سنة وطالع، وممكن حتى الأهالي يساعدوا على كده في السن الصغير، يعني سن 6 سنين 7 سنين طول الوقت قاعدين يحشوا بقى نعم الكربوهيدرات ومش عارفة للأسف ودهون للأطفال، للأسف مفيش أكل صحي بقى مثلا، ولا سلطات ولا فواكه ولا حاجة، فكل ده بيؤدي إلى تراكم الدهون والخلايا الدهنية بتتراكم وبيبقى عندها زي ما بيقولوا يعني عايزة تشبع بالفات، نعم يعني مهما حتى حاولوا لما يكبروا إن هم يعني يفقدوا الوزن بتفضل هذه الخلايا الدهنية موجودة ما بتروحش، يعني يمكن بتصغر في الحجم لكن ما بتروحش، فتلاقي ان هو دايما عندهم الوزن غير ثابت، يعني يتخنوا ويخسوا وهكذا، يعني تبقى على طول في دايرة مفرغة، نعم كل ما يعني حاولوا شوية ان هم يخسوا يرجعوا تاني، وده بتبقى بسبب ان هم وهم صغيرين كانوا اوريدي يعني خلاص بنوا هذه الخلايا، تمام فطبعا كل هذه الاسباب مجتمعة ممكن تؤدي الى زيادة تصلب الشرايين في السن الصغيرة، ثم عمل الجلطات، ثم حدوث جلطات في القلب في هذا السن، تمام لكن زي ما بقول لحضرتك العادي ان هو بيبقى اكبر من سن الـ40، لان بيحصل اوريدي بقى تصلب الشرايين، ده بيحصل كمزامن نعم لكبار السن، وبيحدث خشونة في الأوعية الدموية وترسيب للدهون وترسيب للصفائح الدموية، ويؤدي بعد ذلك إلى يعني القبض. نستطيع أن نقول أنها نتاج لتراكمات سنوات عديدة حتى يصل لهذا السن 40 أو ما فوق 40 لتحدث صحيح. الجلطة، وفق طبعا العديد من الدراسات الطبية تقول أن المسبب الرئيسي للوفاة هي الجلطة، جلطة القلب أو تمام. بمعنى النوبة القلبية أو احتشاء عضلة القلب، صح. يعني بالتأكيد هي حالة مرضية تؤدي إلى الوفاة. ولكن كتعريف دقيق كيف تحدث هذه الجلطة دكتورة نهال؟ هي بداية الجلطة ممكن نقول إن هو في كذا عامل يعني بيحدثوا في نفس الوقت، الأول تصلب الشرايين ده هو الأساس، إن الشرايين التي تغذي القلب عضلة القلب عندنا 3 شرايين أساسية، هذه الشرايين بيصيبها الخشونة والتصلب. التصلب يعني ايه؟ يعني بدل ما يبقى يعني معرفش هل الناس مثلا يعني شافوا مثلا اوعيه دمويه بتبقى حاجه طريه كده عارفه زي الفتله مثلا، لما الفتله دي تتحول تبقى زي الحبل، فيعني فتخيلي حضرتك معايا بانها بتبقى حاجه نعم خشنه، وتبقى بدل ما هي سهله المرونه بتبقى لا يعني ناشفه وفيها يعني ايه خشونه وفيها صعوبه في الحركه، فلما الشريان اللي هو بيغذي عضل القلب يكون بهذه الطريقة نتيجة ترسيب الكوليسترول في جدار الشريان، هذا بيؤدي إلى الخشونة الداخلية للشريان من الداخل جدار يعني الشريان، وتكوم الصفائح الدموية، وهذه خلايا عادية يعني في الدم بتجري، يعني في كل ان طبعا ده دم عادي، يعني الصفائح الدمويه هي دي اللي بتعمل الجلطه، هي المفروض انها في العادي ان هي الصفائح الدمويه دي حاجه مفيده لينا، يعني بتمنع حدوث اي نزيف او اي حاجه، لما بيبقى في حته خشنه هتلاقي ان هي تتراكم وتقعد تتراكم فوق بعض فوق بعض لحد ما تيجي مره وتروح قافله الشريان تماما،
اول ما قفلت الشريان يبقى المنطقه اللي هو الشريان بيغذيها من القلب هتموت، لان مفيش دم واصل لهذه المكان. فده اللي هو بيعمل زي ما احنا بنقول السكته القلبيه، يعني ان هو حته من الشريان ماتت. حسب بقى الحته اللي هي هيجي لها المشكله دي، لو هي مثلا حته مهمه جدا في عضله القلب اللي هي ونفرض البطين اللي هو الشمال اللي هو اساسا بيحرك القلب كله، بيحرك كل الدم، ده طبعا ممكن يؤدي الى وفاه في ساعتها يعني، وممكن في هذه الحاله صعب انقاذ المريض. لو هو في جزء خفيف مثلا في الاذين او في البطين الايمن اللي هو لا يحمل يعني عاتق ان هو نقل الدم الى جميع انحاء الجسم، فممكن في الحاله دي ممكن انقاذ المريض. او ساعات بتبقى زي ما بنقول يعني ان هي جلطه غير مكتمله تؤدي يعني زي بنقول تنبيه للمريض، انت دلوقتي عندك بقى مشكله ولازم تاخد بالك انك يعني تساعد نفسك بقى، يعني توقف الدهون، تغير حياتك، تعمل اكسرسايز، تاكل اكل هيلثي، لو عندك سكر او ضغط تعالجه بسرعه ما تستناش، وهكذا يعني. فطبعا هي كلها زي بقول حسب المكان اللي بيحدث فيه الجلطه. تمام. قبل ما تحدث الجلطه بيبقى فيه بعض المبشرات اللي هي طبعا احنا رح نتعرف دكتور نيهال على الاعراض، اهم الاعراض قبل حدوث اساسا الجلطه، ولا ادري اذا كانت هي تمر بمراحل، ولكن حبيت اعرف يعني ذكرتي بانه في امكانيه انقاذ المصاب بالجلطة، كيف يمكن صحيح. إنقاذه، كم هي المدة التي تحتاج للإنقاذ؟ تمام. لو الجلطة دي زي ما بقول حصلت في الشريان الأساسي اللي هو بيغذي عضلة القلب خصوصا البطين الأيسر، قد تتم الوفاة يعني في الحال، وصعب جدا إنقاذ المريض في هذه المرحلة، إلا إذا كان يعني زي ما بنقول حظه يعني ان هو موجود في حته فيها ناس، لما وقع اغمى عليه يعني كان في حد من الاسعاف او حد من الناس اللي هي بتعرف تعمل الاسعاف الاولي، عشان كده احنا بنشجع كل الناس ان هم يتعلموا الاسعافات الاوليه واللي هي اللي احنا بنسميها الكاردياك مساج، يعني ان هو يجي يعرف يعمل مساج للقلب، يعرف ينده الاسعاف بسرعه. ممكن القلب يعني يحتمل مده 30 دقيقه قبل أن يصل إلى الوفاة الكاملة. لو تم فعلا إثبات إن هي جلطة في القلب بيتم يعني نقل المريض سريعا إلى المستشفى إلى الرعاية الحرجة ويتم إزالة هذه الجلطة في ساعتها يعني. فدي طبعا حالات قليلة، بس زي ما بقول يعني تبقى محتاجة مثلا بلاد يعني يمكن مجهزه بهذه الاشياء. نعم. ولكن يعني اسمحي لي دكتور نيهال، يعني كيف ممكن يعرف المنقذ للمصاب بالجلطه المفاجئه، خصوصا انها تحدث بشكل فجائي في الشارع في البيت في يعني في اي مكان ممكن يكون، او الاسره او العائله، كيف تعرف كيف ممكن ان تفرق؟ نعم صحيح. هو الأعراض ممكن تظهر قبل ذلك، وحضرتك قلت هنتكلم على الأعراض بعد كده، لكن لو مثلا واحد ونفر ما كانش عنده أي أعراض قبل كده وفجأة جاله اللي هو الموت المفاجئ ده أو السكتة القلبية، رسم القلب ممكن يبين لنا يعني. من رسم القلب بنعمله في مكان الوقوع يعني هذه الوفاة أو كده، ممكن يوضح إذا كان هذه جلطة أو لا يعني، بنعرف يعني إحنا دكاترة أطباء بنعرف. نعم. ولكن الآخرين لا يعرفون، كيف يعرفون حتى يتم إنقاذ المريض؟ مش لازم الناس تعرف، هو أهم حاجة بالنسبة لنا الإسعاف الأولي. نعم. عشان كده زي ما بقول يعني إحنا هنا مثلا في إنجلترا عندنا دورات الإسعافات الأولية دي بتجرى في المدارس وفي المساجد وفي كل الأماكن، يعني معظم الناس هتلاقيها بتعرف تعمل الإسعافات الأولية، بحيث ان هو عايز بس يكسب وقت لحد ما يجي الاسعاف وياخد المريض يوديه المستشفى. فانا ده الهدف بتاعي، مش مهم حد اعرف ايه سبب الوفاه، انا عايزه بس ادي الدم او اديه للاماكن اللي هي الاساسيه زي الدماغ زي الرئه زي يعني الاماكن الحيويه في الجسم، احافظ على الوظائف الحيويه بحيث لما يروح المستشفى خلاص بالتحاليل بالاشعاعات اعرف هو عنده ايه، ولو انا تاكدت انها جلطه بيتم نقله زي ما بقول لللاب او اللي هو المكان اللي بيعملوا بيشيلوا فيه الجلطات، وبيشيلوها بسرعه جدا يعني ما بتاخدش 5 دقائق.
قبل الوصول الى دكتور نير، راح اعيد نفس السؤال، انه قبل وصول المصاب بالجلطه المفاجئه القلبيه طبعا، وصوله الى المستشفى للطوارئ، يعني ما هي الخطوات الاساسيه لانقاذه، خطوات الطوارئ او الاسعافات الاوليه كما ذكرتي اللي المفترض كلنا نعرفها؟ اهم حاجه عندنا ان احنا بنعمل المساج ده. المساج ده عباره عن ايه؟ ان بيجي يعني الشخص المنقذ، هو قبل ما يبدا حتى المساج، ونفرض ان هو واحد بس مش حتى حد حواليه، لازم يكلم الاسعاف اللي هو 999 ويقول لهم انا عندي الحاله الفلانيه، علشان عقبال لانه لو ابتدى ما يقدرش يقف يعني، يقول لهم تعالوا في المكان الفلاني. وحتى ساعات في ناس ما بتعرفش، يقولوا له خليك على التليفون واحنا هنقول لك تعمل ايه. اهم حاجه ان هو يعمل مش عارفه اجيب الكلمه العربي يعني، بس التنفس الاصطناعي. ايوه التنفس الاصطناعي بالظبط، ان هو بيضغط على القلب لمده 30 مره في الدقيقه، وذلك ان هو بيحاول ان يعني بيعوض، بدل من القلب بينبض الطبيعي يعني بتاعنا ان هو 60 مره في الدقيقه، لو احنا حتى قدرنا نحافظ على 30 مره بالضغط على عضله القلب، فعلى الاقل هنحافظ على المخ، لان هو اهم حاجه نحافظ عليها يعني. وبعد كده وما فيش بقى حاجه اسمها زي زمان انه يحط بقه على بق المريض مثلا او ينفخ في نفس او اي حاجه، هو اكتشفوا بعد كده ان الاسعافات الاوليه يكفي بس ضخ الدم الى المخ، هذا يكفي تماما، لان المريض ممكن يعيش، وممكن بيعملوا كده لمده ما بين 30 دقيقه الى 45 دقيقه اقصى حاجه، لان بعد كده ممكن بيحصل موت بقى للدماغ يعني، ولا يمكن ان هو ينقذ المريض بعد ذلك. نعم. في خلال هذه الفتره طبعا زي ما بقول يعني، لو هو كان كلم الاسعاف يعني، لو في بلاد يعني سهل الاسعاف يجي فيها في خلال 5 دقائق مثلا، هو الاسعاف مثلا في انجلترا بيجي ما بين من 5 إلى 8 دقائق، لو قدر يوصل لمكان المريض هيقدر ان هو بقى يحط له بقى جهاز تنفس صناعي، يقدروا يعملوا رسم قلب لو في اضطراب في ضربات القلب، يعملوا شوك للقلب، يعني اللي هي الحاجات الاخرى اللي ممكن عملها اكتر من مجرد وجود شخص مع شخص يعني، اللي هو زي ما بقول لو واحد في الشارع ماشي عادي معهوش اي اجهزه، كل اللي هو عايز يعمله اللي هو المساج بتاع القلب. تمام دكتوره، يعني لا ادري يعني هل لهذه الجلطه المفاجئه لها توقيت معين؟ يعني نسمع كثير انها دائما تبدا في الصباح الباكر، ولكن هل لها توقيت معين أم هي ممكن تحدث في أي توقيت؟ هي ممكن تحدث في أي وقت، ولكن يمكن علاقة الصباح الباكر اللي حضرتك ذكرتيها دي، إن هو الدم بيبقى في أثقل يعني كثافة له في هذا الوقت. ليه؟ لأن الواحد بيبقى أصلاً نايم، مفيش حركة، كل يعني المفاصل ساكنة، وكل حركة الأوعية الدموية ساكنة، حتى ضربات القلب في العادي واحنا بننام الطبيعي بتاعنا ان هي بتقل يعني، بدل ما مثلا احنا طول النهار بنبقى من 70 ممكن نوصل 120 130 حسب مثلا الحركه بتاعتنا وطلوع السلم والكلام ده، واحنا نايمين يعني القلب بيهدى تماما، فممكن توصل 30 40 وده يبقى طبيعي يعني واحنا نايمين. فبيبقى لو واحد عنده اصلا يعني كثافه او لزوجه في الدم بسبب الكوليسترول العالي، وزي ما قلت السكر، الضغط، الحاجات دي، هيبقى الدم اكثر كثافه اكثر لزوجه، فسهل ان هو يلزق بقى في اللي هي الحتت الخشنه اللي احنا قلنا عليها، ويعمل جلطه من الصفائح الدمويه. تمام. يعني في ناس بتظهر عليهم الاعراض قبلها، اللي هي الذبحه الصدريه، اللي هو يعني يبتدي يحس مثلا بوجع كل ما يجي يمشي كتير ولا يعمل اي مجهود، فدي بتبقى حاجه تنبهنا انه هو عنده مشكله اساسا في القلب. هو طبعا كنت حابه اساسا اسالك يعني، هل المصاب قبل حدوث الجلطه غالبا ما تكون دقائق بسيطه، هل يشعر بيها، يشعر بانه رح تأتيه جلطة، في أعراض بدائية، أعراض طبعا متأخرة، ياليت تحدثين عن هذه الحالة؟ هي يعني ممكن نقول إن الجلطة الفجائية دي أقل بكتير جدا من الجلطات اللي هي متوقعة يعني. في ناس اللي عندهم الجلطة الفجائية يعني نقول نسبتهم مثلا 10% فقط من كل الجلطات اللي بتيجي في القلب، لكن معظم
انواع الجلطات ال 90% الفاضله بيبقى لها مبشرات وبيبقى لها اعراض سابقه، والناس بتبقى عارفه اوريدي ان هي عندها مرض في القلب، وبيعملوا تحاليل ورسم قلب والاشعه اللي هي الالترا ساوند على القلب مثلا الايكو والحاجات دي، فهم بيبقوا اوريدي عارفين وماشيين على ادويه، ومع ذلك ممكن في وقت ما هيوصلوا لمرحله ان العلاج ما بقاش يعني كفايه وممكن الجلطه هتحدث برضو يعني. فعشان كده يعني انا مش عايزه اخوف كل الناس نعم يعني كل واحد هيجي له جلطه فجاه، ولكن هو يبقى فاهم الاعراض اللي هي المسبقه علشان ياخد باله ويعمل حسابه ان هو يحاول بقى يعني، تبقى الوقايه طبعا اهم من العلاج يعني. طيب يعني حتى نحدد اكثر دكتوره نهال، يعني بالتاكيد هناك فئات معينه قد تتعرض لأمراض القلب بشكل عام، من هم؟ هو أكثر ناس اللي هم مثلا الضغط العالي، الناس اللي مرضى الضغط، لأن الضغط العالي بيسبب إن يعني زي ما بنقول عشان في بريشر عالي عمال يضغط على الجدار بتاع الأوعية، فده هيؤدي إلى خشونة زيادة، فده أكثر ناس يعني عرضة لجلطات القلب. ثانيا الناس اللي عندهم كوليسترول عالي، وممكن على فكرة اللي عندهم كوليسترول مش كلهم عندهم سمنة، يعني في ناس عندهم أمراض وراثية بتؤدي إلى زيادة الكوليسترول، فدول برضو يعني يكون الجي بي بتاعهم من الحاجات اللي هي الدورية اللي بتتعمل كل سنة إن هو لازم يقيس نسبة الكوليسترول لكل الناس يعني بصفة عامة أكتر من 40، يعني دي حاجة معروفة. نعم. كمان مرضى السكر، لأن هو السكر زي ما احنا عارفين برضو بيزود كثافة الدم وممكن يؤدي إلى زيادة الكوليسترول وإلى الضغط هو كمان يعني، فهي حلقة مع بعض يعني اللي هي الكوليسترول والضغط والسكر. نعم. العامل الوراثي دكتورة زائد نهال، عامل وراثي بالظبط، ان هو ممكن يكون يعني في ناس عندها في عائلتها تصلب شرايين، ودي بتفضل حاجة وراثية اكثر في يعني قصدي بتمشي في العيلة، زائد زي ما قلنا اللي هو التعرض لل يعني الإجهاد العصبي والإجهاد النفسي، وان دايما واحد يبقى مشغول دماغه يعني واندر ستريس والحاجات دي، فعشان كده دايما زي ما بيقولوا يعني الواحد لما يروح البيت لازم يسويتش اوف من مثلا الشغل، ما يحاولش يعرض نفسه دايما لارهاق عصبي شديد او يخش في مشاكل كتير، يحاول دايما ان هو يريلاكس يعني يبقى مبقاش كل حياته كلها نعم اندر تنشن يعني. طبعا يعني اساسا في ازمه كورونا، يعني ما شاء الله ما طبعا قصرت كلنا كورونا للاسف فيروس كورونا للاسف كنا وضع تحت الناس صحيح، نعم في بس وضع يعني صعب. نحاول بقدر الامكان نعم يعني، حتى ممكن دلوقتي يعني باللقاءات بالزوم والناس برضو نعم تكلم بعضيها يعني، التواصل الاجتماعي والحاجات دي كسر يعني حواجز اللي هي يعني برضو الحاله النفسيه بتفرق جامد يعني، الواحد برضو لو بيعيش في وحده تامه او ملوش اصحاب او اهل ده بيأثر على نفسيته طبعا، فكل بالتأكيد هذه الاشياء يعني بتساعد طبعا. الاكسرسايز دلوقتي الرياضة يعني عشان كده حتى نعم في انجلترا في وقت وجود اللوك داون كانوا بيسمحوا إن الناس صحيح تخرج ساعة تمشي في الجناين والحدائق، يعني المشي مهم جدا، نحاول دايما إن احنا نقلل من استخدام السيارة يعني، كل ما نعم نلاقي إن في وقت بدل ما أنا أروح الشغل كل مرة بالعربية طب ما أروح بالأوتوبيس أحسن يعني، يبقى بالتأكيد كل أحاول إن أنا أفويد يعني إن دايما حياتي تبقى كلها يعني سكون وراحة يعني. دكتورة نهال، أقف عند الجانب الوراثي، مهم جدا اليوم إذا كان هناك تاريخ في العائلة بأمراض القلب، ماذا تمام يعني الواجب على الأسرة مثلا أو على الأبناء من عمل فحوصات وغيرها للتأكد من عدم وجود أيضا أمراض القلب الوراثية، كيف يمكن ومتى يبدأ مثلا لعمل الفحوصات؟ يعني هو برضو في نفس يعني يمكن يبدأ في سن أصغر شوية، بدل ما احنا بنقول في سن 40 بتبتدي أيوة أمراض القلب، ممكن في سن 30 مثلا يبتدي يعمل فحوصات، يحاول يطمن على نسبة الكوليسترول عنده، يشوف إذا كان عنده ضغط أو سكر، لأن ساعات في ناس ما بتحسش للأسف بالأمراض دي، هي أمراض غير ظاهرة دايما يعني، ما لأن الواحد في وسط زحمة الحياة مش هيقعد بقى يتشكل نسبة السكر في جسمه كام، وما بيبقاش ظاهر، بيبقى عنده اللي هو السكر اللي هو من النوع التاني ده بالذات، لا يظهر الأعراض إلا بعد ممكن سن 50 60 سنة، وهو ممكن يكون اللي احنا بنسميها بري دايبيتس، يعني إن هو نعم يكون
عنده بدايات السكر ولكن غير معروفة. فبرضو الجي بي بيعمل تيست اسمه هيموجلوبين A1C، هيموجلوبين ألف، لأن هو ده بيبين زي ما بنقول الأفريج بتاع نسبة السكر في الدم لمدة 3 شهور. نعم دي لو لقيناها أعلى من الطبيعي يبتدي بقى إن هو يعمل احتياطاته في إن ما ياكلش سكريات كتير، ما ياكلش نشويات كتير، يعني يأخذ حذره، لأن لو خصوصا لو كان عنده هيستوري في العيلة بتاعته إن هم بيجي لهم طبعا تصلب شرايين وجلطات في القلب. بالتأكيد. الحاجات التانية بقى، في أمراض وراثية بتؤدي فعلا لجلطات القلب غير الحاجات اللي احنا عارفينها زي ما قلنا السكر والضغط نعم وكده. في عضلة القلب نفسها بتبقى مريضة، يعني هو بيتولد إن عضلة قلبه اوريدي تخينة، فدي بتسبب ساعات الوفاة في سن صغير جدا، يعني ممكن حتى في العشرينات. نعم ففي الحالة دي بتبقى معروفة إنها مرض وراثي، ولما بنشوفه في حد في العيلة بيعملوا لهم كلهم يعني تصوير مقطعي للقلب، زائد برضو اللي هو السونار الإيكو على القلب، ولو لقوا عندهم هذه الحالة بيتم يعني عمل عمليات لهم عشان يمنع يعني حدوث الجلطات. وساعات بيركبوا لهم حاجة اسمها ICD، يعني جهاز اللي هو يعني مش عارفة أقوله بالعربي إزاي برضو، بس هو الجهاز ده، مونيتورينج يعني مراقب. لا لا، لو حضرتك تسمع عن البيس ميكر اللي هو جهاز ملاصم للقلب قرص الكهرباء. لضربات القلب، نعم هو ده بيبقى زيه، بس في نفس الوقت عنده القدرة إن هو لو حصل لخبطة في ضربات القلب أو حصلت نعم وفاة غير متوقعة هو بيعمل شوك داخلية للقلب، يعني تمام كأنه الواحد اللي هو بياخد الشوك اللي بتتاخد خارجيا بيعملها من الداخل من جوه القلب تمام فيمنع راح حدوث نتحدث عن الوفاة. هذه طرق العلاج وأهميتها، وبالتأكيد كيفية الوقاية. اسمحي لي دكتور أن ناخذ فاصل قصير مشاهدينا الكرام ونعود إليكم، ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، كيف صحة؟ موضوع حلقتنا لهذا اليوم من طرد لكل أمراض القلب المزمنة، نتحدث عن أهم الأسباب والأعراض وأهم العلاجات وكيفية الوقاية مع دكتورة نهال أبو سيف، وهي استشارية أمراض باطنية وطوارئ من برمنغهام من بريطانيا. نحييك دكتورة نهال. أهلا وسهلا بحضرتك تاني وبالمشاهدين. وأهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا، نستقبل فيها كل أسئلتكم عبر الأرقام الموجودة على الشاشة، كان بالاتصال أو بإرسال الأسئلة عبر تطبيق الواتساب. اسمحي لي دكتورة نهال، هناك بعض الأسئلة أتتنا عبر تطبيق الواتساب. في سؤال من المغرب من المشاهد الكريم عبد الرب النبي، يقول ما هي المضاعفات التي تظهر على شخص مريض بالقلب بشكل عام؟ نعم، هو المضاعفات دي كانت الحاجة التانية اللي هنتكلم فيها، اللي نعم هي زي ما قلنا إن مش بس يعني جلطات القلب هي من أشهر الأشياء اللي بتأتي إلى الطوارئ، ولكن فشل عضلة القلب ده برضو حاجة مشهورة جدا، وسبب فشل عضلة القلب الأساسي هو برضو الجلطة القلبية. فيعني ممكن الناس احنا دلوقتي من يعني لتطور وسائل العلاج والتشخيص، زي ما قلت الناس خلاص هي بتبقى عارفه ان عندها مشكله في القلب وممكن يحصل لها جلطه، وبيتم علاجها بادويه متعدده، والادويه يعني بقت كثيره جدا، وكمان وضع القساطر ووضع اللي هو اجهزه تنظيم ضربات القلب، وكل هذه الاشياء ساعدت في عدم حدوث الجلطات للناس نعم. اللي احنا متوقعين ان هم ممكن يحصل لهم جلطه في القلب. ولكن مع وجود هذه العلاجات قد يحدث يعني نكسات، يعني النكسه دي ممكن تكون ان هو عضله القلب بسبب حدوث مثلا جلطات بسيطه وصغيره ويتم علاجها ويعني ان هم يشيلوها وكل حاجه، ولكن عضله القلب بتصبح ضعيفه لانها في جزء منها ما بقاش يعني زي ما بنقول يعني العضلات فيه بتموت وما بتبقاش بنفس قوتها السابقه، او يعني ممكن حتى في عضله القلب يعني عشان حصلت الجلطه فيها اوريدي فخلاص يعني بتموت هذا الجزء، وياخذ بقيه الجدار عمل هذه العضله التي توفت يعني. تمام. فده بيؤدي ان هي ما بيبقاش يعني
عضلة القلب بتتحرك كلها بطريقة منتظمة، يعني ما فيش بقى التجانس اللي هو كان بيحدث زمان يعني في السابق. نعم بالظبط. فده بيؤدي للخبطة، يا إما في ضربات القلب فالناس يجي لهم اللي هي احنا بنسميها أريزميا، يعني اللي هو عدم انتظام في ضربات القلب، يبتدوا يحسوا يعني يبتدي يشعر ان في مشكله او لخبطه في ضربات القلب. العادي طبعا واحنا قاعدين كده عمرنا بنحس ان قلبنا بينبض. بالتاكيد نعم. لما بيحصل اللخبطه دي يبتدي بقى المريض يشعر ان في حاجه لا غلط بتحصل، يعني ان في لخبطه في ضربات قلبي، انا حاسس بيها انها سريعه بطيئه ملخبطه. نعم. وهكذا يعني. ده حاجة من الحاجات اللي بتظهر. الحاجة طيب الثانية ناخد الحاجة الثانية بعد ما ناخد الاتصال من المشاهد الكريم محمد من الجزائر. و أهلا وسهلا بك، تفضل سؤالك. الحمد لله. طيب عندي سؤال. الصوت غير واضح أخ محمد، يا ريت تعلي صوتك لو سمحت. عندي سؤال للدكتور. سؤال. نعم تفضل السؤال. تسمعك. نعم تفضل سؤالك. كنت دكتورة باش تجاوب على سؤالك، كيف يؤثر التدخين على القلب؟ كيف يؤثر على القلب؟ التدخين. تمام. كيف يؤثر على القلب؟ واضح سؤالك أخ محمد، شكرا لك. سؤال مهم جدا. طبعا تأثير التدخين على القلب يعني كلنا عارفين طبعا ان هو من أسوأ. نعم. العادات اللي هي للاسف يعني مع وجود الامراض دي حاجه مكتسبه بقى، يعني دي بالتأكيد. مش حاجه داخليه ولا مرض وراثي او كده، لا ده للاسف يعني ان هو المريض هو اللي بيؤذي نفسه بعاده التدخين. ولان التدخين بيؤدي الى ضيق الشرايين، يعني الشرايين اللي هي اوريدي زي ما قلنا فيها تصلب وفيها خشونه كمان هتضيق بسبب الترسب النيكوتين والمواد السامة اللي هي في الدخان. زائد ان هو التدخين في حد ذاته المواد الاخرى اللي فيه اللي هي غير النيكوتين زي القطران والحاجات اللي هم اكتشفوها فيه دي كمان يعني بتسبب مشاكل في الرئة وفي نسبة الاكسجين اللي هي رايحة بقى للقلب وللدماغ، كل دي هتقل فيعني هتسرع في حدوث الجلطة. يعني بدل ما مثلا واحد لو ما عندوش التدخين ده وهو عنده الأمراض الأخرى هيحدث في سن 40 يبتدي بقى ممكن يحصل له لا في سن صغير يعني 30 ولا 20 أو حاجة. فطبعا هي أسوأ عادة ممكن تؤدي إلى حدوث الجلطات. تمام دكتورة، كنا نجيب على سؤال الأخ عبد الرب النبي من المغرب. الحاجة الثانية أو الجزء الثاني اللي حبيت تضيفيه على مضاعفات مرض القلب. نعم. سؤال المضاعفات الأخرى، احنا قلنا عدم انتظام ضربات القلب. الحاجة الثانية اللي هي الفشل القلبي. الفشل القلبي ده اللي هو ان زي ما قلنا عضلة القلب بقت ضعيفة، فبدل ما هي يعني بتنقبض كالعادة يعني زي مثلا على 70 ضربة في الدقيقة إلى 100 إلى حوالي 100 يعني الطبيعي، تبتدي لا يعني تضعف، يبقى درجة الانقباض هتقل بدل ما تبقى 70 هتبقى 60 مثلا. يبتدي بقى المريض علشان ما فيش انتظام في ضربات القلب زائد ضعف في عضلة القلب إن كل السوائل اللي هي في جسمه مش قادرة تخرج، لأن القلب كان قبل كده بيلم كل السوائل من الجسم وخصوصا مثلا القدمين والرئة وكده ويبعتها للأماكن الأخرى زي الكلى زي بقية يعني تخرج مثلا في مع سوري يعني مع الهضم والحاجات دي. فعشان هو القلب مش قادر يعمل هذه الفانكشن يعني فتبتدي السوائل دي تتراكم فتلاقي جيلهم يعني رجليهم يبتدي فيها سوائل كتير وتتضخم في الحجم، يجيله نهجان لأن في سوائل موجودة في الرئة فهو مش قادر ياخد نفسه، يعني يبتدي بقى تظهر عنده أعراض اللي احنا بنسميها فشل عضلة القلب. إن هو مش عارف يتنفس كويس لأن في مية في الرئة. نعم. مية حوالين الرئة، مية في جوه بطنه نفسها اللي هي مرض الاستسقاء، المرض في الرجلين اللي هو السوالينج ده الإديمة في الرجلين. كل هذه الأعراض معناها إن في مشكلة في عضلة القلب وإنها بقت ضعيفة لدرجة إن هو مش قادر يخرج كل السوائل الزيادة. نعم. في جسمه. طيب في سؤال آخر من الأخ سعيد أيضا من المغرب، نحيي كل مشاهدينا من المغرب. السؤال يقول عنده وخزة في محيط القلب يشعر بها بعد فترة من الأيام أحيانا وليس دائما، ما هذه العلامة؟ يسأل والنصيحة.
طيب احنا قلنا ان الذبحه او اللي هي احنا بنسميها الانجينا، يعني اللي هو الالم في الصدر، ده من الاعراض اللي هي المبشره ان ممكن يكون في مشكله في القلب. معظم مشاكل الذبحه دي بتحدث دائما مع المجهود، لان لو انا مثلا قاعده في البيت عادي ما بعملش اي مجهود او كده، معناها ان القلب ما بيعملش حاجه زياده، فمش هيظهر عليه اي مشكله. لكن لو انا مثلا بمشي وابتدى يظهر عندي هذه الوخزه او هذا الالم، وخصوصا اذا كان بيسمع في رقبتي او في يعني في الصدر، او يسمع في الناحيه الشمال بالذات من الجسم، نعم. فهذا يعني ان لان هو العصب اللي هو بيغذي عضله القلب هو نفس العصب اللي بيغذي الذراع الشمال. فدايما الناس تقول انا عندي وجع في الصدر بيسمع في دراعي وكده، فكل الاعراض دي ممكن يعني تخلينا نشك ان هو يكون عنده مشكله في القلب. طبعا انا انصحه طبعا ان هو لازم يروح للطبيب المعالج او يروح لاي اخصائي قلب، يعمل له رسم قلب ويعمل له بقى تحاليل السكر والضغط والكوليسترول، ولو ظهرت عنده اي مشكله في هذه يعني الاشياء يبقى لازم ياخذ العلاج على طول. اشهر علاج احنا بنديه طبعا الاسبرين، ومعظم الناس حتى عارفين موضوع الاسبرين ده، خصوصا ان هو اسبرين الاطفال اللي هو 75 ملي جرام. نعم. طيب في سؤال اخر، يعاني من زياده النبض بالقلب بشكل سريع وكثيرا، وخاصة إذا كانت هي نائمة تسمع صوت حتى نبض في الأذن كبير جدا. نعم. السن 40 سنة، ما هي النصيحة؟ برضو زيادة نبضات القلب دي لها أسباب كثيرة، قد تكون بسبب القلب نفسه زي ما قلنا، حاجة برضو لها علاقة بعضلة القلب، أو إنها ممكن تكون لأسباب أخرى. يعني لو في السيدات مثلا زيادة هرمون الثيروكسين، حضرتك كنت الأسبوع اللي فات بتتكلمي مع الدكتور أحمد حلمي على مشاكل الغدة الغدة الدرقية. الدرقية، نعم بالظبط، هي مثلا بتسبب سرعة ضربات القلب. في أمراض أخرى كثيرة يعني لو زادت، ممكن واحد مع الاسترس وبرضو الأنجزايتي والحاجات دي ضربات قلبه بتبقى سريعة. فطبعا صعب يعني تشخيص هذه الأشياء مجرد بس بعرض واحد. لازم عشان أشخص زيادة ضربات القلب أعمل رسم قلب، وكمان أعمل رسم قلب بالمجهود، ورسم قلب اللي احنا بنسميه لمدة 24 ساعة، اللي هو يعني بيوصلوه كده بمونيتور صغير ويقيس ضربات القلب لمدة 24 ساعة، وبعد كده الطبيب المختص يعني بيشاهد كل هذه التحاليل، وإذا اكتشف يعني حدوث مشكلة طبعا يعني بيتم علاجها حسب نوع المشكلة يعني. تمام. في سؤال آخر أيضا، طبعا نحيي كل أسئلتكم مشاهدينا الكرام، بنتابعها عبر وسائل الواتساب. سؤال آخر يقول، هل يجب على الشخص بعد عمر 50 أن يأخذ نوع من الأدوية الحفاظ يمكن على القلب؟ هو لو واحد سليم خالص ما عندوش أي أمراض، يعني مثلا ما فيش سكر ولا ضغط ولا كوليسترول، مش يعني مش الأفضل إن هو يأخذ أي حاجة، ولكن إذا كان عنده أي مرض من هذه الأمراض طبعا مع نصيحة الطبيب ممكن بيأخذ الأسبرين الأطفال. لو هو يعني تم إثبات إن هو عنده مرض في القلب فعلا، وظهر زي ما بنقول الذبحة، أو يعني أثبتنا عمل رسم للقلب أو أشعة مقطعية حول القلب وأثبتت وجود ضيق في الشرايين القلبية، في الحالة دي لازم ياخد الأسبرين طبعا، وياخد الأدوية اللي هي بتقلل الكوليسترول وغيره. نعم. يعني ولكن إذا كان زي ما بقول هو طبيعي خالص ومجرد قلقان على نفسه، مش مفروض ياخد الأسبرين إلا إذا كان في سبب يعني يستدعي ذلك. نعم. وبالتالي بالنهاية لابد كل إنسان يعني يطلب من طبيبه الخاص النصيحة بعد أخذ الفحوصات بشكل كامل. طيب. نعم. في سؤال آخر يقول، عنده عمليتين قلب مفتوح شفاه الله، صمامات، وبياخد سيتروم دواء، هل يسأل هل يأخذ يمكن أن يأخذ اللقاح، هل هو آمن، مع العلم لديه السكر، مرض السكر، وبياخد الحبوب، عمره 55، ويسأل السؤال الآخر، هل يمكن أن يستعمل الفيتامينات أكثر من 3 شهور عادي مثل دي وسي وبي 12؟
نعم، شكرا على هذا السؤال، يعني سؤال مهم جدا، لأن نعم في ناس كتير بتخاف تاخد الفاكسين لو هم بياخدوا الأدوية اللي بتعمل سيولة في الدم زي السيتروم. ولكن إذا كان هو النسبة بتاعت هذا الدواء في، يعني احنا بنسميها ليها افريج يعني، او نسبة طبيعية، يعني ممكن ياخد حقنة الفاكسين، لأن هو بالعكس يعني هو يعتبر من الناس اللي عندهم خطورة أو يعني سهولة الإصابة بالعدوى، خصوصا لو هو عنده يعني قلب المفتوح، فهو من الفئة التي تتعرض إلى الكوفيد أكتر. والأفضل طبعا إن هو ياخد الفاكسين، إحنا هنا بنديه عادي لهؤلاء المرضى، لا يوجد أي كونترا إنديكيشن أو يعني سبب لمنع أخذ الفاكسين. بالنسبة الفيتامينات بي للفيتامينات، 12 وسي ودي ما فيش مشكلة ياخدها أكثر، أكثر من يعني 3 شهور، يستمر بس فيها أكثر من 3 شهور؟ هو ما فيش مشكلة، بس هو هل هو بياخدها لأن هو حابب يعني يغذي نفسه يعني بفيتامينات كتيرة، لأنه هي هذه الفيتامينات موجودة في الأكل الطبيعي، لو احنا بناكل أكل صحي ومكتمل وفيه فواكه نعم وخضروات هتبقى موجودة أصلا. لا يعني لا، مثلا فيتامين د ما بنحبش نديه، او فيتامين بي، الا اذا كان في نقص في هذه الفيتامينات، لان ساعات يعني الزياده ممكن تؤدي الى مشاكل اكتر من تمام فلو هو قصدي يعني بياخدها، لان فعلا تاكد في نقص ممكن ياخدها اكثر من 3 شهور، لو بياخدها بس كده يعني زياده احتياط، يا ريت ما نعم يكملش يعني اكتر بالنهاية من كده. يفضل طبعا دائما، انتم دائما بتنصحوا كأطباء انه يقام او يدار الفحص لنقص بالظبط الفيتامينات كالحديد ونقص فيتامين صحيح دي وبي 12 وفوليك اسيد وغيرها. طيب تمام دائما التوازن يكون افضل شيء. سؤال اخر، لديه الكوليسترول درجة 4، ما هي النصيحة؟ هل لابد ان ياخذ الدواء؟ العمر 60 عام. هو أنا يعني مش عارفة 4 دي عالية ولا لأ، لأن حضرتك عارفة إن كل بلد لها مقياس، لها مقياس غير نعم الآخر يعني، بس هنا في بريطانيا 4 ده طبيعي يعني. بس إذا كان هو بياخد الكوليسترول لأنه عنده مثلا سكر أو ضغط أو زيادة في نسبة الكوليسترول، وهو وصل ل4 بعد العلاج، المفروض ان هو ما يوقفش العلاج، يعني مش معنى ان هو قال ان انا اوقف العلاج، لا استمر عليه، لانه لو وقفته هيرجع يعلى تاني. زي بالتأكيد مثلا ناس كتير دايما بتقول لك انا هاخد دواء الضغط طول العمر، ايوه ما هو دواء الضغط حسن الضغط، لو انا وقفته الضغط هيعلى، ما فيش حاجه اسمها عشان الضغط يتظبط ولا السكر نعم يتظبط ان انا اوقف العلاج، لا تمام. انا بالعكس انا كويس ان هو الحمد لله اتظبط، استمر بقى على العلاج على طول يعني. ونرجع نقول مرة أخرى ونعيد أن استشارة الطبيب الخاص مهم صحيح جدا طبعا للتأكد، أو أكثر من طبيب. سؤال من مريضة قلب شفاها الله، تقول عندها 60 عام، لديها مشكلة في الشرايين التاجي، الدكتور طلب منها أن تعمل أشعة ذرية على القلب. هي تسأل عن هذه الأشعة، هل هي آمنة؟ هل لها أعراض جانبية؟ خصوصا أن عندها سكر وضغط. نعم، بالنسبة للناس اللي هم يعني عندهم امراض في الشريان التاجي، او يعني ممكن تكون هي ظهرت عليها الاعراض اللي احنا اتكلمنا عنها اللي هي الام الصدر وهكذا، فهو بدل ما يروح يعمل حاجه اسمها انجيوجرام اللي هي الاشعه بالصبغه على الشرايين التاجيه، ساعات في بعض الاطباء بيفضلوا عمل الاشعه الذريه هذه، يعني لانها اسهل في العمل ولا تحتاج يعني دخول المستشفى، و يعني عمل الأشعة بالصبغة دي هي تعتبر حاجة انفيزيف زي ما بيقولوا، يعني إن هو لازم هيحقن الصبغة جوه الشريان نفسه ويبص على الأشعة يعني، وبتبقى يعني ممكن يبقى لها خطورة طبعا يعني، فهو بيقلل نسبة الخطورة اللي يتعرض لها المريض عشان التشخيص، يعني أنا دلوقتي عايز أشخص المريض مش عالجه، لو أنا عايز أشخصه ففي دلوقتي حتى أشعة مقطعية بتتعمل بالصبغة دي، دلوقتي استبدلوها بدل عمل اللي هو الأنجيوجرام ده بالصبغة، لأنها كلها حاجات خارجية ولا تحتاج إن هو يدخل قسطرة نعم ويعرض المريض يعني يعني هي لخطورة. آمنة دكتورة، هذه العملية كلها هي آمنة؟ آمنة جدا، ولا هي يمكن لا عشان خوف عليها اسمها حتى لو عندها ذرية أو سكر كده؟ ضغط؟ نعم
لا ما لهاش علاقة ما يعني، لها بس علاقة. هي تمام الاسم نفسه بيخوف الناس، لكن هي ما فيهاش أي حاجة، هي بيبقى اسمها كده لكن هي ما فيهاش ذرة يا وما فيها أي حاجة يعني. هي فعلا اسمها مخيف. طيب دكتورة، كمان سؤال آخر، لديه جلطة في القلب شفاها الله وضغط ويستخدم العلاجات، بس يحصل لديه حرقة في القلب ونغز، العمر 41 سنة، نسبة الكوليسترول 170. هو اعتقد انا بالارقام اللي هي 170 دي تعتبر نسبه عاليه شويه، لان هو طبيعي تقريبا 150 ده يعني، في ناس دي قياسات مختلفه يعني، فهو لازم يكمل على دواء الكوليسترول. لو النغز عنده بتزيد وخصوصا مع المجهود، لازم هو بقى يروح يعمل الاشعه زي ما قلنا، يعمل الاشعه المقطعيه او الاشعه بالذره او حتى اشعه بالمجهود، نعم علشان يتأكد إذا كان في فعلا مشكلة في القلب أو لا، لأن هو في سن يعني اللي احنا قلنا سن الخطر اللي هو 41، وإذا تأكد يعني وجود مشكلة في الشرايين التاجية، بيتم عمل بقى القسطرة القلبية ويتم العلاج اللي هو الناجع يعني زي ما بنقول. تمام دكتورة، في 3 دقائق وإحنا يعني على أساس أنه راح نقدم أكثر من موضوع بالنسبة لضربات تسارع ضربات القلب و فشل القلب، ولكن يبدو أننا راح نأجلها حلقات قادمة، ولكن الأهم الآن أهم العلاجات لجلطة القلب نركز عليها اليوم، ما هي أهم العلاجات؟ احنا بنقسم العلاج لحسب الأسباب يعني. دلوقتي احنا قلنا مشكلة جلطة القلب أساسا يا إما زيادة الكوليسترول يا إما خشونة الشرايين، او الاسباب المصاحبه اللي هي مثلا علاج السكر وعلاج الضغط وهكذا. فانا لازم اكون بعالج الامراض الرئيسيه اللي هي موجوده عندي يعني، ادويه اللي هي القلب سوري انا قصدي السكر والضغط، لازم اكون متاكده ان الضغط بتاعي سليم ما يزيدش عن 120 على 70 او 80، والسكر ما يزيدش عن النسبه الطبيعيه، فيبقى انا كده بحمي المريض ان هو ما يحصلش اللي هي ريسك فاكتور زي ما بيقولوا اللي هي بتزود مشاكل القلب. الكوليسترول لازم ياخد دواء الكوليسترول زي مثلا اتورفاستاتين السيمفاستاتين الحاجات اسمها ستاتين يعني، تمام فدي ياخدها، ولازم الكوليسترول بتاعه بالنسبه لانجلترا هنا النسبه بتبقى 4، اقل من 4 دايما يعني ما بتبقاش اعلى من 4. اسبرين علشان اعمل شويه بعض السيوله في الدم واقلل نسبه الصفائح بتاعه الدم، بندي دواء يوسع الشرايين بتاعة القلب، لأن دلوقتي هو حصل فيها ضيق، بدي دواء يوسع الشرايين. في دواء مهم جدا اسمه بيتا بلوكر، أيوة. اللي هي الأدوية بتعمل بتقلل سرعة ضربات القلب علشان أخلي القلب ما يبقاش عنده الحماس الزيادة لو مثلا تعرض هو زي ما قلنا للأنكزايتي ولا الاسترس ويزيد سرعة ضربات القلب، يبقى أنا بقلل سرعة ضربات القلب وبكده بزود برضو الفترة اللي الدم رايح فيها يغذي عضلة القلب، يبقى عندي فرصة أكبر للدم إن هو يغذي عضلة القلب. بندي أدوية أخرى اللي هي زي البخاخة اللي الناس بتسمع عنها، ده لو حدث يعني فجأة كده إن الواحد جاله يعني ضيق في الشرايين ياخد البخاخة دي بتبقى حاجة لحظية يعني، بتوسع الشرايين بسرعة وتمنع حدوث الجلطة بسرعة يعني. لو واحد مريض بالقلب أصلا وعارف أنه هو عنده جلطات وعارف كل الحاجات دي، احنا بنقوله لو انت ابتديت تحس بوجع شديد في القلب لازم طبعا يبلغ الإسعاف بسرعة، بس ممكن في هذا الوقت ياخد 300 ميلي جرام من الأسبرين بدل يعني ما ياخد اللي هو الجرعة بتاعت الأطفال، يضاعفها في 4 يعني، هياخد ايه جرعة زيادة شوية لأن دي ممكن توقف تكوين الجلطة في الحال يعني. تمام دكتورة نهال أبو سيف، نشكرك جزيل الشكر، واستشارية أمراض باطنية وطوارئ من برمنغهام في بريطانيا، نشكرك جزيل الشكر على هذه المعلومات القيمة والطبية. كان موضوعنا عن أمراض القلب المزمنة، أهم العلاجات وطرق الوقاية وأهم الأسباب ناقشناها في هذه الساعة. يتجدد اللقاء الأسبوع القادم في كيف صحة في موضوع طبي جديد. تحياتي وتحيات فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.